ديالكم كيجي دائري شويه. هنا دابا غادي تشوفوا معايا، يعني غادي نفصلو، انتما غتشوفوا معايا كندخلو بجوج سنتيم حتى لثلاثة تقريبا. هذه دخلت بجوج سنتيم ونص، كندور هنايا هانتوما، كنوصل هنا كنطلع كنعاود ندور، كنوصل هنا كنمشي نيشان، يعني طريقه سهله جدا. هنا كنقطعو كالعادة، نقادوه واحد شويه هنا، هنا راه التركيز ديالو غادي يجي ان شاء الله هو هذاك بحال هكا. وغنجيو لهنا اللي قلت لكم خصو باش نفازيوه هنايا لتحت باش يجينا مقاد، ما يجيش طايح من الجناب ديالكم. هنايا خص يجي مقاد، هنا خليت فيه واحد شويه، هنا نحيدو ليه هاد الجنب هكذا، وهنا عاود تاني بحال التحت ديالكم ديال العبايه بحال التحت غادي نديرو هنا في الكم، غادي نديرو لها الدون ديال الشبكه العبايه ديالنا بحال هكذا، غنهزو هاد الطرف غادي نديروه هنايا، كنطويوه على ربعة وكنديروه لكم بحال هكذا كيما كتشوفو. هانتوما كنقدوه من هنا حتى يجي هو هذاك بحال كي درنا لتحت، تيتقطع على حساب العرض ديال الكم ديال العبايه. هانتوما شوفوا معايا كيتقطع مقاد معاها من هنا، وفي نفس الوقت كنقطعو عاوتاني هنايا باش يجي مقاد حتى من تحت كيما قطعنا لكم، راه كنقطعو حتى الدونتيل. وملي كنقطعو الدونتيل ونقادوه، ملي كنقطعوه ونقادوه كنديرو هنايا، كنديرو تندوزو عاوتاني الدونتيل هنايا، واحد الدونتيل كيدوز هنا وواحد الدونتيل كيدوز هنايا في الدخله ديالكم، واحد في الدخله ديالكم وواحد في هنا. وإلا درناه للكمام ودرناه للعبايه من في الدونتيل وكنجيو حتى لهنا عاوتاني، هذا اللي قطعنا قبيله قلنا 40 سنتيم، هذاك كنزلوه عاوتاني مع هنايا من الفوق بحال هكذا حتى كيوصل حدا الدونتيل، وكندوروه على الدونتيل. وهكا فصلنا العبايه ديالنا، كنتمنى تعجبكم وديروا بحالها، وملي غادي نخيطوها وغادي نشوفوها جميع كي طلعات نتمنى تعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم البنات، العبايه ديالنا هي كملات، يعني نوريها لكم، عندها الدونتيل لتحت انتما كتشوفوا، وعندها الدونتيل في الكمام، وها هي كي طلعات. كنتمنى تعجبكم، واللي عجبته يدير بحالها، راه سهله بطريقه سهله جدا. ومرحبا بكم مره اخرى، واللي عجبته القناه يشترك معنا في القناه ويدير جيم، ومرحبا بكم مره اخرى، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.